ومن الأبراج السعيدة والمحظوظة يلي حضرتك ذكرتيها العذراء. صحيح، مواليد وشق العذراء عندهم بسنة 2021 ضرورة للاهتمام بكل ما هم هني بيقدسوا وبيحبوا. مواليد وشق العذراء بهمه كتير، بحب يهتم براحته الجسدية والنفسية، بيهمه كتير الأمور الصحية، دايماً بيتابعها وبيهتم فيها. أحياناً في أشخاص بيهوتسوا فيها أو بيفوكسوا عليها مثل ما نحن بنقول. هيدي السنة هي سنة رح بيكون في إعادة تنظيم، إعادة برمجة لكل ما هو مهم عند مواليد وشق العذراء، وسوف يكافئون بترتيبات جديدة. يعني بدك تشوفي إنه نلاحظ إنه مواليد وشق العذراء من أول يوم، من بكرة اللي هو 1 كانون الثاني 2021، رح بيكون في عندهم عناوين جديدة أبرزها الصحة. كانوا يبلشوا بالرجيم، كانوا يبلشوا مشي، يكون اهتمام بحالهم، بنفسيتهم، بجسمهم، هوايات جديدة، وأيضا هنالك اهتمام بنوعية العمل وأدائهم. هلا بتقولي لي هذه أشياء إنه شو هال شو هالعنوان؟ أنا بخبركم أشياء حقيقية، أنا ما بخبركم أحلام ولا بحط لكم خطوط عريضة ما إلا عليها لا تمت بالواقع لا من قريب ولا هيدي الحقيقة هيدي، وتابعوني بكرة وشوفوا شو رح بيصير. مواليد وشق العذراء هيدي السنة عنكم رح تقلبوا حياتكم للأفضل. تتعبوا شوي، في نقاط ضعف بتظهر إن كان صحيا أو مهنيا، تشتغلوا عليها، عندكم مجال لحتى تشتغلوا على نقاط الضعف ورح تطلعوا أقوياء، وهيدي السنة رح بتساعدكم بعمل جديد، بصحة جديدة، بشكل ومظهر أحلى وأقوى. فما تخافوا من شيء أبدا، هيدي سنة كتير حلوة في تعاون مع جهات يمكن تكون كتير كبيرة ومهمة.